اطمخي على المنصات الكبيرة يا هنوف ما تغيب المناوي يا نسيم الورد يا نفحة عبيرة يا الجمال اللي بزين الوسط حاوي كم رفات الحزن والبدر المنيرة يا مقام الفخري والمجد الغناوي مرحبا مليون يا قمرة نميرة يا ملاك الزين يا الوجه الحياوي اقبلي يا بنت الابطال الشهيرة سيرتك كانها مكاسر عود جاوي حسنك الجذاب من قطع نظيرة كاملة بالوصف من كل النحاوي يا الجمال اليوسفي ما فيه غيره يا منات الروح والقلب الهواوي بنت مشعي بنت الابطال الشهيرة فارقة من بين لابست الغطاوي تنعرف بالهيبة وطيب السريرة زينها مثل القمر جنى مضاوي بنت شيخ بالمكارم كثر خيره يستحق المدح والبشت الحساوي فيه مليون ونعم ما هي كثيرة هيلة على المدات وبعيد الهقاوي والنعم بإخواني قمر بكل سيرة السحور اللي يحلون الدعاوي فالمواقف درع وحزم وذخيرة ما تجامل في اللزوم لا تراوي مكسب وعزواه الياجات العزاوي الشيابين اللي مواقفهم كثيرة هم حال الوقفة من زب الجلاوي في سبيل الطالة تقود المسيرة صيتهم بالمفخرة مع كل راوي فعلهم معروف في شبه الجزيرة عزوة في الحرب ما ترحم وتاوي اسمها شهر من علم في كل ديرة فخري مع كل العرب حضر وبداوي اطمخي على المنصات الكبيرة يا هنوف ما تغيب المناوي يا نسيم الورد يا نفحة عبيرة يا الجمال اللي بزين الوسط حاوي كم رفات الحسن والبدر المنيرة يا مقام الفخري والمجد الغناوي مرحبا مليون يا قمرة نميرة يا ملاك الزين يا الوجه الحياوي اقبلي يا بنت الابطال الشهيرة سيرتك كانها مكاسر عود جاوي حسنك الجذاب من قطع نظيرة كاملة بالوصف من كل النحاوي يا الجمال اليوسفي ما فيه غيره يا منات الروح والقلب الهواوي بنت مشعي بنت الابطال الشهيرة فارقة من بين لابست الغطاوي تنعرف بالهيبة وطيب السريرة زينها مثل القمر جنى مضاوي بنت شيخ بالمكارم كثر خيره يستحق المدح والبشت الحساوي فيه مليون ونعم ما هي كثيره هيلة على المدات وبعيد الهقاوي لطلب الزفه الكامله وبدون عيوب يرجى الاتصال على رقم التالي 055-222-9-2-6-4 ما تجامل في اللزوم لا تراوي مكسب وعزواه الياجات العزاوي الشيابين اللي مواقفهم كثيره هم حال الوقفه من زب الجلاوي في سبيل الطاله تقود المسيره صيتهم بالمفخره مع كل راوي فعلهم معروف في شبه الجزيره عزوه في الحرب ما ترحم وتاوي اسمها شهر من علم في